لو قلتوا كده هضيع حقهم. وبعدين الريحه جايه علينا كده ريحه شعر وريحه لحم لحم بيتحرق. فالريحه تشكك. وجوه في البيت في صلبه وشنيور بقى ودم وفي حمام ودم وحاجات ياما جوه. عم لسه مصلي امبارح العصر ومعدي عليك. السلام عليكم. مين اللي مصلي؟ الواد اللي محمد. يعني محمد لسه مصلي؟ كان بيصلي معاك في الجامع. لا ما ظهرش عليه حاجه. تعرفي ايه عن والدته واخواته؟ ناس محترمه غلابه ومحترمين وفي حالهم عمرهم ما عملوا مشاكل مع حد. يعني ما فيش اي مشاكل عملوها؟ اي مشاكل عملوها ولا هو كان بيعمل مشاكل مع حد. امبارح في نار هنا طالعه فبيقول لي في نار هنا بابا. قلت له يمكن مولعين عشان الناموس وكده عشان المغزى البهايم جوه. بس تاني يوم اللي هو امبارح بقى العصر الكهرباء قطعت فانا قاعدين في الغرفه هنا. وبعدين الريحه جايه علينا كده ريحه شعر وريحه لحم لحم بيتحرق. فالريحه تشكك. فانا معايا توك توك طلعت بيه وبعدين كلمت ابن عمه قلت له الدنيا بتقول واحد اتنين تلاته وفي ريحه عند ابن عمك مش حلوه. ايه ريحه يعني؟ ريحه شعر بيتحرق لحم بيتحرق. بس الريحه دي تشكك. شوف مرات عمك انت شفتها امتى؟ قال يمكن ما شفتهاش من 3 ايام. لحم بشر تقصد؟ لا ما اعرفش بقى انا ما شفتش ما شمتش ريحه اللحم البشر بس اللحم وشعري بيتحرق. ده اللي انا قلته ليه. فقلت له تيجي تشوف. قال لي بس انا عندي المزرعه شغال فيها والكهرباء قطعت ومشغل المكنه. الكهرباء هتيجي كمان ربع ساعه هبطل المكنه واشغل الكهرباء للمزرعه وحاجه اشوف. انا كنت بره طبعا بالتوك توك بتاعي فابن عمه طبعا انا بره هو جه وشاف بفتح الزريبه ضربه برجليه وشاف الزريبه دخل جوه لا فيه نار ونادى للناس كانوا واقفين جم بصوا معاه بيقولوا في نار مولعه وفي عظم صغير وحتت عظم كده وحلل وفي بتاع المنشار من اللي بيقطع بيه دوت منشار وحلل والنار مولعه وفي حتت عظم. ده اللي هو دخل وشافوه. انا كنت بره انا ما شفتش اي حاجه من دي للامانه. ده اللي اتصلوا عليا هنا بيقولوا لي ده فيه لا كذا كذا كذا. قلت لهم خلاص ما فيش مشكله. المهم انا شويه وجيت هنا ما رحتش هناك بقى المباحث. جيت لقيت المباحث موجوده بس المباحث لما جت بقى ما اعرفش بقى الناس كانت في العزبه دخلت وشافت انا ما دخلتش بصراحه. اللي حصل من يوم الخميس حسينا بنار طالع من الزريبه لمؤاخذه الزريبه اللي طالعه من ورا دي في نار بتعلى بالليل. شفناها اتصلنا عليه على الاستاذه هويده. الاستاذه هويده راحت شافتها قال لها انا اللي مولع بالظبط كده. اتصلنا على الاستاذه هويده. الاستاذه هويده قالت هو اللي مولع. بعد 3 ايام اكتشفنا ريحه طالعه من البيت لحمه مشويه. بعد 3 ايام ريحة طالعة لحمة مشوية كده بنار. الأستاذ عندنا ناس من العزبة اجتمعنا كلنا ورحنا نفتحوا البيت لقينا صاروخ وفي الحمام دم ياما وتقطيع بالصاروخ. تمام كمل. أمك عايزك بس تقولي من أول ما دخلوا البيت عندك دخلوا البيت ده لما دخلوا البيت عنده فتحنا خبطنا ما لقيناش حد بيرد. كسروا الباب ودخلوا لقوا دم ومروحه شغاله في الحمام وصاروخ. الجثث ما لقوش منها الا حتتين عظم طول كده مقطعها على 20 سنتي. وقدام البيت زريبه المواشي دي ياخد اللحمه القطع ديت ويولع فيها. الناس شمت الريحه ومنظر ريحه غريبه. اتصلنا على الناس والناس جت فتحت الزريبه واكتشفوا انه في عظم سايح جوه. استاذ
احساسكم كان ايه واحساس الاطفال هنا والناس او اهل البلد عامه؟ احنا اقل احنا لسه بدهم شغلنا زي ما احنا، الناس ما نمتش امبارح متوتره وبنجري ندور عليه مع الحكومه ما في جد. عايزك تحكي لي اللي حصل مع الجامع والقاتل من يوم الجمعه لغايه دلوقتي. الناس بتقول صلى العصر، الناس بتقول صلى الجمعه، وكان بيسلم على اهل البلد. ودي ما كانتش بعاده ان بيصلي في وسط الناس يعني. يعني هو كالعاده ما بيصليش اصلا في المسجد. ما كانش بيصلي هنا في المسجد. الجمعه بس. أي. الجمعه بس. إيه بدا ان هو بدا مختلط وجاب الناس تتكلم معاها ويسلم عليها يعني بيتوه كده. صلى من يوم العيد. من يوم العيد لحد من امبارح العصر. يعني هو طبيعته ما كانش بيصلي، ده اللي تقصد تقول بيصلي الجمعه بس. بيصلي الجمعه بس. الجمعه بس. لكن ما كانش دائم اللي هو التواجد على المسجد على اداء الفروض اللي هي زي الظهر والعصر. مفيش فروض. لا هو بالنسبه لاهل العزبه اكتشفتوا الواقع ازاي؟ يعني ايه اللي حصل بالظبط عشان تكتشف الواقع؟ بس البيت تحت ريح العزبه والناس جايه من غيرته رايحه بتشم الريحه. تمام. ففي ريحه قلبنا رمال لحم. ريحه حريقه ولا ريحه جسم متحلله؟ لحم بيمشوي. لحم بيتشوي. اي بس طبعا انت ما تقدرش تقتحم اي بيت حد. حد طبيعي ان احنا في اجازه عيد فكل واحد يعني عيد اضحى كمان. وبعدين انت حتى لو شميت ريحه مش مظبوطه ما تقدرش تقتحم بيت واحد يعني. ضحى بيهم في عيد الاضحى. خمس ايام عيد الاضحى المبارك ضحى بيهم بدل ما يعيد عليهم ويفرح معاهم. واول مره يلف على العزبه ويسلم عليهم نفر نفر. لف امتى على العزبه؟ في العيد. في العيد اول يوم ولا ثاني يوم؟ يوم العيد. يوم بعد ما خلعنا من الصلاه. انتوا اكتشفتوا ان الاهل مفقودين من امتى يعني؟ ما اكتشفناش الا امبارح العصر. يعني ما خدتوش بالهم ان ما فيش حد خرج في البلكونه؟ يعني اخر مره شفتهم امتى؟ ما هو من يوم الخميس او الجمعه. من يوم الجمعه. من يوم الجمعه ما كنتوش شفتهم. يعني هل من عادتهم هم يخرجوا من البيت او ما يخرجوش؟ هم بيخرجوا عادي بس احنا اصلحنا هنا هم طول هناك. يعني انا مش هروح يعني مش هروح عشان اشوفهم موجودين. ما حدش خد باله في اختفائهم. لا ما حدش خد باله خالص. غير ساعه الوقعه. امال الشاب الجاني كنتوا بتشوفوه عادي؟ كان معدي امبارح العصر. كان بيصلي معاك العصر. انا اول يوم هو ولع في النار. انا رحت له كانت بالليل بعد العشاء. رحت له اخبط ارن الجرس ما فيش حد بيرد من امه ولا اي حد. لقيته طلع لي من ورا من الباب بتاع البيت اللي جنبه البيت الزريبه بتاعته. طلع لي بيقول لي ده انا بولع شويه زباله. فسبته وروحت. وبعديها ما اعرفش ايه اللي حصل بقى. جينا عدينا يوم والتاني والتالت. جه كان امبارح كده جت امبارح لقيت امي بتقول انا شاكه في حاجه. انت بقالك قد ايه ما شفتش امه؟ قلت لها انا بقالي ايام ما شفتش امه ولا اخته ولا اي حد. قالت لي طب انا حاسه ان في حاجه وكده. فانا رحت النادي وجيت رحت النادي لقيت العيال صحابي بيتكلموا عليه وكده جريمه وكده وقفشوه كده. امي رنت على ابويا قالت له رن على اللي هو جاره ده. قالت له رن عليه قول له في حاجه. جه ابويا رن عليه قال له شوف ابن عمك في ايه عنده هناك. قال له ده شويه زباله بولعهم. قال له لا ضمه مختفيه من زمان وفي حاجه هناك. عم حماده قال له لا ايوه صح في حاجه هناك. قال له ياما ما راحش هناك. قال له ياما يعني امه مختفيه وكده. فجاء عم حماده راح فتح الباب كسر الباب دخل لقى العظم وحاجات بس كده. غلابة ومحترمين وفي حالهم عمرهم ما عملوا مشاكل مع حد. يعني مفيش أي مشاكل عملوها؟ أي مشاكل عملوها ولا هو كان بيعمل مشاكل مع حد. هو عمره ما عمل مشاكل مع حد. أمال عمل كده ليه؟ أهو بس هو عاجل وفيه كل العاجل. ناس بيقولوا مريض نفسي. لا يبقى كنت هتضيعوا حق إخواته وأمه. كل البلد هنا عايزة تجيب حقه. أيوه. ما تعرفيش ايه اللي حصل او ايه اللي احنا ما نعرفوش حصل قبل ما اكتشفوا الحادثه بكام يوم. كان بيقول ان هو بيعذبهم او بيموتهم. ما حدش يعرف لان هم مع بعض في نفسهم في بيتهم. ما حدش شاف حاجه ولا حد يعرف حاجه. ما حدش شاف حاجه. اي لما النار طلعت وشموا الريح بس. دي ريحه ايه بقى؟ ريحه النار اللي هو ولعها والعظم بتاعها. الكلام ده من يومين ثلاثة. كنت انا طالع الصبح زي ما بطلع عادي كده. قال لي استنى انا 10 دقايق وهطلع معاك. على ما سخنت التوك توك وركب معايا. معدي على المحل منظفات وقول المحل ده لاقي فيه شنط ومعطر. قلت له هتلاقي فيه. فنزل قال لي طب انا هنزل وما قبلك ابقى حاسب. ومشيت وسبته. شنط بلاستيكيه ومعطر. شنط ومعطر دي اخر حاجه اشتراها المبتدئ. ما اعرفش هو قال كده ونزل عند المحل وانا مشيت وسبته. طلب قال لي انا عاوز جيركن جاز اللي هو 20 لتر. قلت له انا هطلع على العصر مش هطلع عشان الجو حار. فجاب لي الصفيحه حطها في الحته دي. لسه هي موجوده معايا هنا. فانا خدت الصفيحه وانا ماشي رنيت عليه قابلني هنا اداني 200 جنيه.
خدت ال 200 جنيه وطلعت اشتغلت شويه وجبت له الجاز. جالي التليفون ان هم فتحوا الباب ولقوا الدنيا خربانه وبتاع. جبت التوك توك وجيت بصفحه الجاز ولسه الجاز موجود جوه عندنا في المخزن. يعني كان طالب صفحه جاز برضه؟ والله راجل الجاز ده عنده ارض زراعه وطبيعي ان عاوز الجاز عشان لا ما خدهوش. عاوز الجاز ممكن عشان انا مش في دماغي حاجه. عاوز الجاز عشان خاطر مثلا يسي الارض بتاعته. ما لكن هو جاب معاك قبل الواقع او قبل ما اكتشاف الجريمه؟ هو طالع معايا معطر جو وكياس بلاستيك. هو قال انا هجيب معطر وكياس. بس طيب يعني المتهم كان اخر لقاء كان عادي خالص كده؟ وكان هو جايب لي 200 جنيه امبارح وبيتكلم في التليفون وبيضحك ومبتسم واداني ال 200 جنيه ومشى حتى ما قاليش. قلت له هات ال 200 جنيه فابينا ابعت لك ابني ياخده. قال لي انا جاي له. فجاي هو جاي ماسك التليفون على ودنه واداني ال 200 جنيه. خدت ال 200 جنيه ومشيت. بعد ما رحت انا مشوار كلمت ابن عمه. هو جه ابن عمه بقى فتح الباب ولا اللي حصل دوت. كلموني بقى قالوا ده والله ارتكبت جريمه بقى اللي يعرفها بقى اهله. انا بصراحه ما اعرفش يعني لان انا شايفه قدام هم الناس دلت هو بص حضرتك هم دايما في حالهم ما بيحبوش حد يخش في شؤونه ما بيحبوش حد يتدخل في حياته. انا ممكن بقى لي ازيد من 20 ولا شفت امه ولا اخته ولا اخوه نهائيا. يعني هم اصلا منطويين. اخر مره قبل العيد اخوه كان واخد اخته هي كانت بتحضر دكتوراه تقريبا وطالع بالموتوسيكل من العجل الموتوسيكل ضربت. قال لي معلش خلوقت معاك لحد المحطه. خدتها لحد المحطه ما اتكلمتش معاك. هو اللي قال اخوها الصغير اللي هو كان دايما خلافات معاهم. يعني عمل خلافات مع والدته قبل؟ هم كان في خلافات لما اتعزلهم وبعد كده هو عزلوه قعد لوحده. ما اعرفش. هو عارف انه كان بيضرب امه وبيتخانق معاها بس كان بيضرب امه. ما اعرفش والله ما اعرف.